المجتمع المدني في العالم العربي قام بدور كبير في حركة التغيير التي عرفها العالم العربي ابتداء من 2011، من الثورة التونسية إلى الثورة المصرية إلى الثورة اليمنية، ثورات كثيرة قلبت العالم العربي رأسا على عقب. كان المجتمع المدني فيها حاضر بقوة، سواء على مستوى الحركة الحقوقية ولا الحركة السياسية ولا حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المجتمع المدني في العالم العربي يعاني من الكثير من المشكلات قبل هذه الثورات، ولا يزال يعانيها إلى اليوم بعد هذه الثورات. هناك تحديات متعلقة بالتمويل في الغالب، في الحصول على موارد مالية كافية للقيام بوظيفته. هناك أيضا تحديات بيروقراطية، هناك تحديات تشريعية وقانونية، هناك أيضا تحديات سياسية، هناك الكثير الحقيقة من المعوقات التي يجب العمل سواء داخل المجتمع المدني أو في إطار التعاون بين المجتمع المدني والأنظمة السياسية القائمة لحلها. أنا في اعتقادي دورك قادر أنه يساعد هذا المجتمع المدني العربي، أولا من خلال يعني مساعدته على مد الجسور بين الدول العربية والدول المتوسطية والدول الأوروبية فيما يتعلق بتبادل الخبرات، فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وأيضا في إطار دورات تكوينية لنشطاء المجتمع المدني، في إطار أيضا تقديم بعض الدعم المالي خصوصا في القطاعات التي لا يمكن الاستغناء فيها عن تمويل. فاعتقادي دورك في التشجيع على التبادل الثقافي بين شعوب هذه المنطقة قادر على أنه يوفر أجواء أكثر ملائمة للاستقرار السياسي المطلوب لرفع كل هذه التحديات وإزالة كل هذه العقبات.